قال بعض السلف: محتاج تقي. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمحتاج تقي أبدا، فإن نزل بالتقي فاقة أو ضائقة فلا بد أن يأتيه من الله فرج. لكن قد وهي للتقليل، أقول قد وقد لها أنواع، لكن هنا في هذا السياق من باب التقليل قد يصاب بأذى مع صلاحه ومع توفر الأسباب ومع انتفاء الموانع من أجل أن يمتحنه الله عز وجل لرفعة درجاته أو لزيادة معتقده من أن هذا الذكرى له خير وفيه خير، فهل يحرص عليه أم أنه يدعه لما أصيب. وقد يكون في ذلك مصلحة لغيره، مثل ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه سحر، وهو أعظم الناس لله ذكرى، كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، ومع ذلك سحرا. ما السبب؟ لا ينقص فيه عليه الصلاة والسلام، وإنما لمصالح